ده استسلم او ما كانش عنده فرصه ان هو يقاوم. ايا كان اللي حصل الامور كلها كانت تحت سيطره القاتل. حددت سبب الوفاه؟ بس محتاج شويه وقت، بس انا متاكد انه مات من 7 لـ9 ساعات. غالبا توقعك مظبوط. مراته كلمته اخر مره الساعه 12 بالليل، وزميله لقى جثته الساعه 9 الصبح. في حاجه تانية اهم هي اللي خلتني اطلبها. ايوه مفهوم يا دكتور. الجثه مقسومه نصين. مش هي دي الملحوظه الوحيده اللي لفتت نظري؟ في ملحوظه تانية اهم. ايه الملاحظه يا دكتور؟ بص على الجثه. مفيش اي اصابات ولا كدمات ولا جروح. مفيش حاجه غريبه يعني. بص على النص التحتاني. لون الجلد مختلف. اغمق شويه. ده له علاقه بفقدان الدم يعني في النص التحتاني ولا ايه؟ انا متاكد ان النص ده ما يخصش اشرف رمضان. اثنين في واحد يساوي صفر. حد عنده تفسير؟ جثتين في جسم واحد ازاي يساوي صفر؟ ده اللغز اللي بعتهولنا القاتل. ده بيلاعبنا بقى. اتحدانا يا باشا، لو حلينا اللغز ده نوصل لشخصيه الضحيه الثانيه. رحمه ام بلا شوف. اكيد في علاقه بين الضحيتين يا فندم. الضحيه الثانيه اتقتلت من 3 ايام، سبب الوفاه غير محدد حسب تقرير الطب الشرعي. غالبا الجثه اتنقلت في العربيه اللي كاميرا المراقبه لقطت نمرتها. ست لواء، في حاجه عايز اقولها بس مش عايز نصري يفهمني غلط. قبل ما تكمل يا عمر بيه، انا قدها، القضيه مش كبيره عليا، ولا فاكرني مستجد ولا ايه؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوله؟ القضيه صعبه ومحتاجه خبره واحنا لسه في البدايه. انا مش فاهم، انت مش قدمت استقالتك؟ بتدخل في الشغل ليه؟ انا بتكلم في مصلحه الشغل. الله الله، طب ما تقوموا تضربوا بعض احسن. انتوا بتتخانقوا قدامي؟ في ايه؟ اتجننتوا؟ اسف يا فندم. انا عايز بيانات العربيه. تمام يا فندم. دلوقتي وباقصى سرعه. اوامر ما عليك. انتوا في مشاكل بينكم؟ من ناحيتي انا مفيش. رايك في ايه؟ ذكي وبتاع شغل. بس اوبر شويه. شايف نفسه. هو اوفر شويه. انت اللي عدل قوي، ما انتوا غيركم كله اوفر. يلا خلينا في اللي احنا فيه. انا عايزك تبحث في البلاغات بتاعه المفقودين في الثلاث ايام اللي فاتوا دول، يمكن تكون ضحيه منهم. حصل يا باشا، 4 أطفال و2 ستات. انا مش منهم. عمر، انا عايزك تمسك القضيه دي. يا سياده اللواء، انت عارف انا اخري معاكم بكره. تاني يا باي، انا زهقت منك ومن عندك. خلاص هانت ادخل. الدكتوره راجيه حرم الدكتور صبري عنايت عايزه تقابل معاليك يا فندم. خليها تتفضل. مساء الخير يا صالح. اهلا يا هانت، اتفضل. اتفضل. صبري اختفى. اختفى؟ دورت عليه في كل حته مش لاقيه. مش يمكن يكون عند حد؟ صحابنا وقرايبنا ما يعرفوش حاجه عنه. حصل امتى الكلام ده؟ الكلام ده بقاله 3 ايام. انا قلقانة عليه قوي. بصيتي في المشرحة؟ الحقيقة ما فكرتش في الموضوع ده. وفي جثة مكوية الهوية في المشرحة. أنت الوحيدة اللي هتقدري تعرفي إذا كانت الجثة دي جثة الدكتور صبري ولا لأ. عمر، خد الدكتورة والدكتور وروحوا على المشرحة. حاضر يا فندم. اتفضل.